السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، معك شريف الشامي، والنهاردة هنتكلم عن السبايدر اكس برو من شركة داتا كولر. كم مرة حصلت لك انك كنت بتعمل ريتاتش على اي صورة او بتعمل كولرينج على اي فيديو وكنت متوقع ان هو هيعجب الكلاينت جدا او الناس، ولقيت تعليقات منهم ان الالوان محتاجة تتعدل او تتظبط؟ الفكرة ان الصورة اللي انت شايفها على الشاشة بتاعتك ممكن تكون مختلفة تماما عن الصورة اللي الشخص التاني شايفها، او حتى ممكن تكون مختلفه بين الشاشات اللي انت شغال عليها لو انت بتشتغل على اكتر من شاشه. الحل اللي لازم يكون موجود عند اي شخص بيشتغل على تعديل الوان الصور او بيشتغل على الفيديوهات، لازم يكون متاكد ان الالوان اللي هو شايفها تكون صح، وواثق من نفسه ان هي دي نفس النتيجه اللي هتظهر عند اي شاشه تانية برضو يكون معمول لها كاليبريشن. زي ما انتم شايفين السبايدر اكس برو بتيجي في العلبه دي، وبس الجهاز نفسه هو اللي موجود في العلبه. زي ما انتم شايفين هو ده الجهاز، بيجي عباره عن قطعتين، القطعة اللي فيها السنسور والقطعة التانية اللي هي الكاونتر ويت او اللي انت بتستخدمها علشان تثبتها على الشاشة. بس هتحط الكيبل في اللابتوب او في الجهاز، هتنزل السوفت وير بتاع السبايدر اكس، طبعا تتبع الخطوات كلها سهلة، تتأكد ان الشاشة شغالة بقالها على الاقل نص ساعة، تتأكد ان مفيش اضاءة جاية مباشرة على الشاشة، تتبع الخطوات بسهولة، وبعد كده هتدوس نيكست، وبعد كده هتختار يا اما تعمل فول كاليبريشن او تعمل ريكاليبريشن او تشيك الكاليبريشن اللي انت عامله، وبعد كده هتمد السلك وتخلي الكاونتر ويت ورا تلمس الشاشه بالجهاز. في من هنا سنسور علشان بيشوف الاضاءه بتاعه المكان او الغرفه اللي انت فيه، وتحاول ان انت تعوج الشاشه لورا علشان تكون لازقه على الشاشه، وهو هيبدا لوحده ان هو يعمل كاليبريشن للالوان بتاعه الشاشه، يتاكد ان الالوان اللي موجوده على الجهاز هي نفس الالوان السنسور شايفها. ومن هنا بيوضح لك ازاي الالوان او كانت الالوان عامله ايه قبل ما تعمل كاليبريشن وبعد ما تعمل كاليبريشن. سعر السبايدر اكس برو هو $190، تقدر تشتريها من ادفانس ميديا الرياض او دبي، او تقدر تشتريها من اللينك اللي تحت الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.